يعجبني حتى شيء. كان علوش تحت امها 450 واني بابا خمسه صغار، كيفاش باش نشري هنا العلوش واني عامل يومي الشهريه بتاعي ب 700؟ اي ها ولا لا؟ قداش هذا؟ هذا 350 دينار. ناكله وحدي هذا ولا بتاع كم؟ هذا بتاع كم؟ بتاع واحد بركه، مش بتاع زوز ولا ثلاث. هذا تو باش يعيد بتاع خمسه صغار، باش نقدروا عليه احنا هذا ب 400؟ ما نقدروش عليه اصلا. والمعيشة الله يرحم والديهم، خلي يزيدوا كما يحبوا هم، وخلي يشعلوا النار كما يحبوا هم. لا عاد خلطينا لا على اللوش لا على الخضارة ولا على الدنيا كل اللي هو هذا نورمال مورا ب 100000. هذا اللوش ولا 150000؟ دندون ب 50000 عاد على ما ناخذوش حي الدندون ونعيدوا عليه على سنة الله ورسوله. هكا هو سبب غلاء العلوش من المعيشة نتاعه. القرط غالي، الشعير غالي، كل شيء غالي، وزيد يوزنوا لك ميزان كعبله، ما يعطوكش الوفاء نتاع الميزان، ما يعطيكش 50 كيلو. شكرت السداري ب 24000 اللي هي كانت مدعمه ب 10000 للفلاح، تو ما قعدتش قبل ناخذ فيها ب 10000. تو وين؟ في الشهر يعطيك طرناطه قبل وزوز طرناطه. تو تجي تهز شكرتين وب 13500، هذا نتاع الحاكي. تمشي تشري ب 24000، قداش باش تبيع انت؟ تو الحق واكلهم 300 هو. اليد العامله ما نحسبوش فيها هيك. طيب مازلنا انا ما زلت كنت دخلت انا نشوف ان شاء الله ربي يسهل. وكو المعلومات الاولويه باش داخل دور والله يا غالي شوي سني ومش عارف، وكل واحد ورايا كما يقول. في بالي ازيد ب 70 80000 على عام الاول. حسبك كوكو واحد ياك كان يكتب لي نشوفوا ربي يسهل وكول. مرحبا بكم. كي تجي تشوف للفلاح راهو عنده حق، وكي تشوف للمواطن عنده حق. علاش؟ أول حاجة كي تجي تشوف للفلاح، تجي يشبح للعلوش يلقاه غالي. تجي تشبح للفلاح تلقاه يا سيدي صارف عليه واش يوصله، فهمتني؟ يعني من نقولوا من شهر ماي يخرج على أمه حتى اللي يوصل للعيد. تسمع فيها اشي وصله لهالدرجه هذه. من القرط تلقاه يا خويا من 9000 ل 11 دينار، فهمتني؟ حتى ل 13000. من العلف سبيسيال للعلوش اللي باش يوصل، مش علف وكان راهو لازم علف خاص، فهمني؟ الشكاره تروح ل 35 دينار حتى ل 40000. والله ثم شكون جبتها معايا بكرهبتي قال لي والله شكاره واخذها ب 60000، ب 60 دينار شكاره. اشي وصله لهالدرجه هذه؟ راهو كل حد يحليله، فهمت؟ يزيد يربي لك، فهمتني؟ 30 ولا 25 ولا هو يظل يكري كرهبه. وني واحد جبته تو كرهبتي من الماده، فهمتني؟ وخلص مكس مانيش عارف قداش، ثم حدا ال 15000 ولا 16000، وزيد كريه الكرهبه، وزيد يتعدى الغنوش لهني، وزيد يخلص مكس ويشوف يبيع، شوف ما يبيعش، وزيد يروح. يعني كل حد يحلل. هذا كله شنو؟ هذا كله يتحمل على العلوش، والمواطن مسكين ما عادش لاقي كيفاش باش يعيد هو صغار. ماذا بينا، فهمتني؟ شويه من الدوله تتعاون الفلاح شوي، وطار للمواطن وطار للقوم.